من بداية البرايم فرضت إيجابية التحدي أجواء رائعة على المسرح وعكس عنوان عمل الخير بسمة من القلب على الوجوه يلي أضافت لها ألوان الربيع لكتير من الفرح. لكن الجو الحلو وروعة غناء يارا لأول مرة على مسرح نجوم بلا حدود ما أثر على حدة المنافسة وصعوبتها ولا حتى على تقييم الموضوع للجنة الحكم يلي تفاوتت علاماتها للمشتركين هالمرة بشكل كبير. ما كتير حسيت في جماليات بالفيديو ولكن المحتوى أكيد حلو كتير، عطتنا معلومات لذيذة ونفذت التحدي مثل ما لازم. حاسس إنه الفيديو ماشي، طب وبعدين فين فئة الكوميدي اللي أنت جاي تمثلها؟ بتخليك تنطري النهاية للفيديو ولا تشوفي شو عم بيصير، عم تختار أحسن شيء لتقدمه للناس. فيديو زي ده ملهم جدا، إن أنت ممكن تكون ألهمت حد من الأطفال الصغيرة دي إنه يطلع فنان بعد كده أو يعمل حاجة بعد كده. حسيت بالبهجة، يعني الفيديو كله طاقة حلوة. ما بعرف يعني قديه هالفيديو حسيته أقل من العادة يمكن لزاهد، عادة بيقدم إشياء أحسن بكتير وأفضل. الوحيدة في التحدي ده لما نزلت الشارع خدت تفاصيل الناس وكانت النتيجة النهائية للتحدي الثامن درس من راشد المتيعب لكل المشتركين بكيفية التربع على عرش المرتبة الأولى 71 وخروج فئة العلوم والثقافة بشخص زاهد فيلمبان من المنافسة بمواجهة فئة الكوميديا وممثلة محمود أشرف. والليلة كل مشترك من السبعة الباقيين صار جاهز لمواجهة لجنة الحكم بقوة وإصرار أكبر لتجنب منطقة الخطر والاستمرار بتخطي تحديات النجوم وبلا حدود. مساء الخير. مع بداية كل برايم جديد من نجوم بلا حدود بيقربوا المشتركين من تحقيق حلمهم بالانطلاق نحو التأثير والنجومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هالمنافسة الحماسية بتخطي التحديات الصعبة ما بتحلى إلا بحضور وتعليقات لجنة الحكم وبيوميات المشتركين يلي عم بتتابعوها من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية وعبر صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وللتذكير هالحلقة عم تعرض حالياً أونلاين عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ كلنا سوا منستقبل بزقفة كتير كبيرة لجنة الحكم، منرحب بيارا. فايا يونان، وائل منصور، عن يوميات المشتركين بجولة سريعة وموضوع تحدي الليلة منشوف هالتقرير. مثل كل أسبوع انتظر المشتركين بفارغ الصبر إعلان سيلين لموضوع التحدي. تحدي هذا الأسبوع هو الصحة العقلية أو المنتل هيلث. وبمجرد سماع مصطلح الصحة النفسية واستيعاب لصعوبة هالتحدي عرفوا أنه ما عاد في أي مجال للمراوغة. أتمنى أنه هذا الفيديو راح يرجعني للصدارة. وصار على كل واحد منهم يحط كل تركيزه موهبته ونقاط قوته بكل فيديو وكأنه الأخير. كفاية دلع، لازم نشد حيلنا.
والليلة رح نشهد منافسة وكأنها الأولى، لأنه كل المشتركين أكدوا أنه هدفهم ما رح يكون الحصول على معدل علامات يحميهم من الوقوف في منطقة الخطر وبس. والتحدي بهالحلقة رح يكون بهدف أكبر من مجرد الاستمرار، وهو الرجوع للصدارة واحتلال المرتبة الأولى. وهلأ الكل صار جاهز للحظة الانطلاق وبداية جولة جديدة مشحونة بالتحدي والحماس من نجوم بلا حدود. يارا، فايا ووائل، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. يارا انا كويسه، يعني اليوم يارا بالابيض ملك ملك. ميرسي ميرسي. بالاحمر حلو كثير عليكي، بس في شيء اهم. شو قصص شعراتك؟ ما كنت له نعيما، مين نصحك بهالقصه وائل؟ لي وحشه ولا ايه؟ لا انا ما بعرف. ده انا قمر. شو ما عامل حلو؟ كثير حلوه. الله اكبر. نعيما ما شاء الله. نعيما حلوه ما تسمع لحدا. ايوه بقى يا فايا. ايوه بقى يارا، منبلش معك. كيف بتحافظي على سعادتك النفسية؟ الإيمان أهم شيء بالنسبة لي، والالتجاء لربي أكيد من خلال الصلاة، ومثل ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم. يعني بعمل سبار اتفق سوا. ومنتبع أكل صحي وأكيد شغلي بالفن يعني ونجاحي وإني حقق أحلامي. وأكيد لما هيك بحب إني أسلي حالي بلتجئ لهواياتي اللي هي كرة القدم، السفر، والطبخ. لايك 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 لايك. شكراً يارا. أكيد جمهور يارا والفانزات كلهم بانتظار شو رح تقدمي لهم الليلة على مسرح نجوم بلا حدود. خبرون إذا بتحبي. لا خليها مفاجأة. خليها مفاجأة. أوكي. شكراً لك يارا. فايا، جمالك عم بتغزل بالكل. انا جمالك. شكرا يارا. كيف بتعرف فايا، كيف بتعرفي انك بصحه نفسيه جيده؟ بيعرف الواحد يعني المود وقتها ينزل وقتها يطلع. بس بتخيل مثل ما قالت يارا، يعني واحد احيانا لازم يذكر حاله ياكل منيح، ينام منيح، يتحرك، يعمل يعني اكتيفيتيز سبورت. فانه اهم شيء كمان الناس اللي حواليك، يعني وقتها يعني بتعرفي يكونوا ناس ايجابيين. يكونوا كمان ناس ايجابيين بتجي لك الطاقه الايجابيه يعني. شكرا لك فايا. وائل وائل، أي فئة ومشترك مهتم إنه تشوف شو حيقدم اليوم ضمن تحدي الليلة؟ والله كلهم، لأنه الفئة دي بالذات يعني صب على كل الكاتيجوريز أو كل الفئات، وكل واحد يقدر يقدم فيها مضمون أو كونتنت محتوى يكون يناسب الفئة بتاعته. فأنا مستنيهم كلهم، بالذات إن هم قالوا التحدي صار أصعب كمان هلا والمنافسة بيناتهم. شكرا لك وائل. أكيد تقييم لجنة الحكم رح يأثر على مصير اثنين من المشتركين يلي رح يوقفوا بمنطقة الخطر بمجرد حصولهم على أقل معدل علامات. وبهالحالة بيبقى الجمهور الأمل الوحيد بإنقاذ واحد منهم بالتصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك. التحدي ابتدى، ومع جنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر منشوف الفيديو الأول بهالحلقة تحت عنوان الصحة النفسية. ثمة مصباح كهربائي في عقلي ينطفئ تارة ثم يعمل وينطفئ، وأنت تمر بقرب نبضي. كن طيرا لا يهجر الأشجار، كن كما الغيم في السماء لا يفارقه الغيث في الشتاء. نبضة خوف، نبضة هذيان، أنا شبح بلا ملامح، تتشرب الخيبة مسام جسدي، فارغ حبر القلم الذي في يدي، أستعين بدمي لأكمل هذا الحرف، أبحث عنك في علب الكبريت وفي صناديق الأمس الحزين، أنظر بالمرآة أرى عجوزا غارقة بالدماء، هذه أنا؟ هل يعقل أن أشيخ بعين قلبي في حضرة غيابه؟ كنت قد عاهدتني بالبقاء، إذن لماذا الخيانة؟ لماذا الخيانة؟
لماذا مت لتدعني على رصيف التيه أصلي لك أن الموت امرأة اختطفتك مني فهذه عوائد النساء. مساء الخير جنان. مساء النور. فيديو مؤثر، خلينا نشوف رأي لجنة الحكم بداية مع يارا. كيف شفتي هالفيديو يارا؟ مساء الخير جنان. مساء النور. أول شيء ما في شك إنه الشعر جيد، بس حسي إنه ما في تطور كتير بالشعر، لازم بعد تشتغلي على إنك تطوري من الكلمات، من يعني عم نحس تقريبا نفس الشيء، ما في شيء بيبهر أكتر. ما في شك كمان انك مثلتي كثير حلو، بس ما بدك تنسي انه انت عن فئة الشعر مش عن تمثيل. مثلتي كثير حلو، انا يعني تفاجأت من تمثيلك، ما كنت متوقعه انه هيك بهالقد بتمثلي. بس اكيد الفكره المساج يعني حلو، كثير فيها زعل وكثير فيها حزن، بس وصلتني وتأثرت. شكرا لك يارا. فايا، شو رايك بهالدراما كليب؟ هالدراما كليب، مساء الخير جنان. جنان دائما بتطرح الافكار من منطلق دراماتيكي، بحسها انه حتى يعني دائما بطريقه القائك بتحسي في هيك حزن بمحل ودراما. وبدي اقول مثل يارا انه عن جد انت ممثله هيك جيده، عم تضحكي، عم حبيت الفكره. ما كثير ربطتها بالصحه النفسيه والعقليه، يعني انت عن شو كنت بالضبط؟ في هلوسه شيزوفرينيا، في هلوسه تخيلات شخص ما موجود، يعني اسمع اصوات. لا فهمت هذا الشيء، بس يعني بالشعر انه يعني وصلتني المسج، وصلتني المسج ككل، بس كان فيها تكون شوي اوضح. يعني بتشوفيها انه ظهرت عن موضوع التحدي بالفيديو اللي قدمته؟ لا ما ظهرت، هي فيه، بس دائما شعرك يعني حزين، يمكن حزين، يعني يمكن كان بده شويه امل بما انه عم نحكي عن الصحه النفسيه. لا انا حكيت عن قسم الشيزوفرينيا، انفصام الشخصيه، كثير بده يكون حزين. شكرا، وصلت فكرتك فايا. وائل، بتلاقي انه جنان قدرت تجمع بين موضوع التحدي وفئه الشعر؟ هو اكيد طبعا، انا الشعر حسيته، بس والفيديو عامه فيه تقدم وتطور مش طبيعي في الفيديو. بهنيكي على ده. الاديتنج والرشز والتكنيكاليتيز اللي فيها مع الاديت بتاع الصوت مع البوست برودكشن كله، يعني تحس اللي هو فاهمه شيء بروفيشنال الفيديو. يعني برافو، برافو عليك. انت عاملاه لوحدك صح؟ اكيد. اكيد. مين بيساعدك في من زملائك؟ من زملائي بالمونتاج ما حدا ابدا. مونتاج الفيديو كثير تعبت فيه. اوكي، بس ده تطور ملحوظ جدا جدا. فنكست ويك اكيد جنان من الناس اللي تطورت جدا واشتغلت على نفسها. فانا عجبني الفيديو وعجبني الشعر اللي انت قلتيه ممزوج مع الرشز والاديتنج اللي معمول. It's brilliant صراحة. شكراً لكم، أكيد بانتظار العلامة المناسبة لجنان. جنان، تعتقد أنه الفراق عن الأشخاص اللي منحبهم هو أكثر شيء بيأثر على نفسيتنا؟ بعتقد الموضوع نسبي، بيختلف من شخص لشخص. في أشخاص كثير بيأثر على نفسيتهم، وأشخاص بيتحكموا بمشاعره. شكراً لك. خلينا نشوف العلامة يلي رح تحصل عليها من أعضاء لجنة الحكم. على 75 إذن جنان عن فئة الشعر 50. شكرا. شكرا لك جنان. الاكتئاب، القلق، الشعور الدائم بالحزن وغيرها كثير، هي من البوادر يلي بتدل على انه نحن او الاشخاص يلي بنحبهم بخطر بسبب خلل بصحتهم النفسيه. ورسالتنا لكم اليوم مختصره وبتقول كلنا معرضين، وطلب المساعدة هي أول خطوة للنجاة. ولهيك اخترنا الليلة وضمن أجواء التحدي والمنافسة بنجوم بلا حدود أنه نضوي على هالموضوع المهم، خاصة أنه بظل الضغوطات، ضغوطات الحياة بعصر السرعة، انشغلنا عن الاهتمام بأغلى ما بيملك الإنسان، النفس، أو بالأحرى الروح. فاصل سريع وراجعين. مع ارتفاع حدة المنافسة بتصير أواعي التحديات نجوم بلا حدود أصعب مرتين،
وبداية من البرايم الجاي رح يخوض كل مشترك تحديين بدل الواحد. ولتعرفوا أكثر عن هالموضوع وكيف رح يتقبلوا المشتركين، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وعملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ مع عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئة الرياضة منشوف إذا رح يقدر يسترجع ثقة لجنة الحكم. الرياضة ساعدتني أني أنا أتغلب على الأحباط، فأكيد رح تقدر تساعد غيري يتغلبوا على الأحباط. بلشت نادي لما كان عمري 16 سنة، من 9 سنين تقريباً. صلي 5 أشهر بالنادي. صلي بتمرن سنتين. صراحة بلشت نادي لأنه كان في انحناء بظهري وكان في أوجاع بظهري، كان نوعاً ما عندي شوية ديبرشن من وراها لأنه ما كان بقدر كمل حياتي الطبيعية. ستريس، ديبرشن. الرياضة بتروق الراس إذا بدك باللي علمناني هيدي. بتلاقي كثرت إنه برتاح كتير مش شوي. والمنتاليتي تبعك تتحسن، بخف الستريس عندك. أنا أكثر تمرين بالنادي بحبه هو البنش بريس. لما بخلص أنا تمرين البنش بريس بحس إنه my mind is free. تمرين البنش بريس اللي هو أفضل تمرين لي. المسكة تبعها نمسك البنش بريس لازم تكون أوسع من الشولدرز شوي كرمال كمان تطلع تنزل فيها مرتاح. الألبوز لازم يكونوا داخلين شوي لجوا. أنت مش وحدك، لا تستسلم. مساء الخير عبد الرحمن. مساء الورد. عامل بنش بريس قبل ما تفوت على المسرح؟ ايه بوش ابس فوقي. حضر حالك ستريس ريليف لانها بعدين بترجع بتكمل من بعد أكيد. ما نسمع اراء لجنة الحكم. بدايه مع فايا، شو رايك بموضوع الفيديو؟ حبيت يعني توقعت شوف انه عم يحكي على الدبريشن والستريس لانه عن جد الرياضه كثير بتساعد بهالقصص، وحبيت انه هالمره بالفيديو حاكي عبد الرحمن مع اشخاص مختلفين هن تجربتهم، يعني مش بس هو مثلا عم ينظر فينا ويعطينا، لا في ناس عم يقولوا لنا هن كيف تحسن، وفي حدا صار له فتره وحدا صار له بس 5 شهور. فحبيت يعني اتس ا نايس فيديو. شكرا فايا. يارا، على شو تعطي لايك لعبد الرحمن الليلي؟ وصلتني المساج، لأنه الرياضة مثل ما كل الناس بتعرف قد هي مفيدة يعني للإنسان صحياً نفسياً أي شيء، يعني كلنا معرضين إنه أوقات بنحس حالنا محبطين أو بنحس ما بعرف شعور هيك ما بتعرف شو بكي، بنلتجئ للرياضة بتحس إنه الواحد فش خلقه. قد ايه مهم هيدا الشيء، هيدا المساج كثير حلو، لانه في كثير اشخاص بيقولوا بكره رح بلش سبور، بكره بس يبلشوا تتغير نفسيتهم، بيكونوا غير قبل وبيصيروا غير بعد. فحبيت كثير الفكره والمساج وصلتني اكيد، بس الفيديو انه منيح مهضوم منيح كتصوير قصدك، بس كمحتوى عجبك. شكرا لك يارا. وائل، هل المحتوى يلي شفته بفيديو عبد الرحمن بيتناسب مع الموضوع التحدي ومع فئة عبد الرحمن؟ اكيد، يعني انا شايف اتس لايت فيديو، دمه خفيف، بس عجبني تكنيك جديد انت استخدمته اللي هو الفويس اوفر بتاع الجس بتوعك، ومش شرط هما بيتكلموا، يعني ثالث جس هو بيضحك تحصل الفويس اوفر بتاعه وهو بيتكلم. فعجبني التكنيك ده انه اتس ريل، يعني اكتر حاجه، يعني انا على طول بحب انه لما حاجه قدامك تكون واقعيه ده بيقربني الفيديو اكتر. ف اتس لايت اتس جود اتس ا فيل جود فيديو وحلو. شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامه المناسبه لعبد الرحمن. بتطمن اراء لجنه الحكم تنشوف العلامات ان شاء الله خير. بس قل لي قبل، مين ساعدك بتصوير هالفيديو؟ اللي ساعدني بتصوير هالفيديو مثل كل اسبوع نور ابراهيمي، صديقتي الصدوقه. طبعا بوجه لها شكر كثير كبير. هلا بنشوفها لنور، نشوف شو محضرتها. ان شاء الله بتاخذ علامه احسن مني نور كمان. غير نور، ما حدا بيحبني غير نور. لا لا، الكل يمكن نور الاشطر. اذا انت شخص كثير مهضوم ومحبوب وقريب اكيد الكل بده يحبك. اكيد اكيد عم بمزح. خلينا نشوف قد ايه لجنه الحكم بحبوك.
53. ثانك يو. منيح. ثانك يو. ماشي الحال. خلينا نشوف الترتيب. أنا قلت من بعد ما سمعت هالآراء رح ياخذ شي 70. شو وائل؟ والله إيه؟ كان رح ياخذ شي 70. أنا قلت من بعد ما سمعت الآراء. لا نحن لأنه اليوم الحلقة التاسعة عن جد صار عندنا كثير توقعات. بنحاسب قوي في يعني الدرجات النهاردة. خلينا نشوف ترتيبه لعبد الرحمن. هلا طمن بالك جينان أقل منك. الأول لهلا انبسط من النعمة. شكرا لإلها. عن فئة الكوميديا ومع محمود أشرف من مصر منشوف قدي مفيد الضحكة من القلب لصحة الإنسان النفسية. بص يا حبيبتي، بما أنك هتتجوزي جديد كده، الخوف جزء أساسي من حياة كل أم. تخاف لما تحملش، تحاليل وأدوية ودكتور واسئله سخيفه من طنط. مش هنفرح بيكي بقى، مفيش حاجه جايه في السكه ولا ايه؟ ما تشدي حيلك شويه. بقيت حامل الحمد لله. تخاف تقول انه ولد لا يتحسب، وتخاف تقول انه بنت لا يطلع قرايب جوزها كانوا عايزين واد. خلفت الحمد لله، يتحول الخوف لزعر، وتروح للدكتور الحقني يا دكتور الواد 24 ساعه نايم، طفل مولود بقاله يومين ايه اللي هيخليه ما ينامش؟ وراه ديون، عنده شغل الصبح، ما دفعش قسط العربيه، ما ينام، ايه المشكله؟ يا نهار مش فايت، امي بقالها 3 مرات بترن عليا وانا ما خدتش بالي. يومي مش هيعدي النهارده. ماما. يا ماما انا كويس والله، عصابه ايه اللي خطفتني؟ ده هما دقيقتين اللي انا ما ردتش عليكي فيهم. طيب حاضر يا ماما، معلش يا ماما. اتفضلي يا ستي، عشان ما ردتش عليها من تاني مره خلاص بقيت اتخطفت وفي عصابه خطفتني، هي دلوقتي في البنك بتجهز الفديه، مش في البيت. ليه التوتر ده كله؟ الواد كبر وعقل الحمد لله ونجا بحياته من كل الاهوال دي. لو ما لقيتش معاه فلوس تخاف، الواد بيصرف فلوسه فين؟ ولو لقيت معاه فلوس كتير برضه خايفه، الواد بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ إيه؟ ويا سلام لو بيتكلم في التليفون، يبقى اكيد بيكلم بنت هتاخد اللي وراه واللي قدامه وتبوظ اخلاقه. ويا سلام لو ما بيكلمش بنت، الواد حظه مايل كده ليه؟ لا بيحب ولا بيتحب ولا في حد معبره. لازم ماما دايما تخاف. بس ايه اللي لازم تخاف؟ ايه الصوت ده؟ مش كفايه ان انا مستحمل ابص بوشك؟ خاف وكل حاجه، بس يبقى الخوف بعقل، لان صحتها هتتدهور ويجي لها الضغط والسكر. خافي بس خافي بعقل عشان عمرك الافتراضي. شكرا على النصيحه. العفو. لا راحه فين؟ لا 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 لا. اهلا وسهلا فيك محمود. اهلا وسهلا. كثير حلوة السيدة اللي معك، جمال على الحل. جمالها رباني. ايه واضح. بنبلش مع وائل. وائل راضي اليوم عن محمود؟ الحقيقة؟ أكيد. لا. الراشد لما طلع في الدور ده أنا كنت مستني البانش لاين بتاع ليه أنت موظفه في الفيديو كدور ست؟ بس أنت مش موظفه خالص، أنت الهيرو، أنت يعني أنت عامل مونولوج، وده الفيديو رقم يمكن 4 أو 5 عامل فيها مونولوج وبتكلم حد في نفس الفيديو صح؟ لان انا اصلا الستايل بتاع الكوميديا بتاعي هو الستايل ده اللي هو زي بس احنا بنغير يعني احنا هنا دلوقتي يعني داخلين تقريبا 13 لايف محتاجين ان احنا نطور يعني البرنامج ده مش فرصه انك انت تطور من نفسك وتشوف اسبيكتس ثانيه مختلفه عن الكومفورت زون بتاعك. ما هو دي فكره البرنامج، زي ما في ناس كتير قوي طلعوا من حته معينه هم مرتاحين فيها علشان يطلعوا في حته ممكن يشوفوا من نفسهم احسن، فاهم؟ فالسكريبت بتاعك طول عمره حلو بس ما ضحكنيش او ما خدمش الفئه يعني، ولا حتى خدمت الـ لما راشد عمل ست ما حسيتش ان البانش لاين بتاع الكوميدي انه هيحصل حاجه معاه، فاهم قصدي؟ شكرا. فايا، المشهد الحواري معودين عليه مع محمود، بس شو رايك الليله بالنص؟ يعني أنا بالعادة بتضحك على فيديوز محمود، هالمرة قد ما يعني دخل وطلع ودخل وطلع بكذا موضوع وما فهمت شيء من الفيديو، ما فهمت حتى يعني حاولت ركز إنه لو مش عارفة مسبقاً إنه هو عن الصحة العقلية أو الصحة النفسية ما كنت حتى فهمت شو، وحتى ما كان في يعني راشد معك، حسيت ما يعني لو أنت عم تحكي بس هيك مونولوج لحالك وراك لوح أسود أو لوح أبيض كان نفس الشيء، فإنه عملت مجهود يعني هو كل ما كان أبسط كان أحسن الفيديو، فأنت عملت مجهود وما خدمك حتى هالمجهود، يعني إنه حطيت شخص بس ما استخدم يعني لا ايه، فلا الفكرة يعني كانت واو ولا وصلت ولا السكريبت يعني النص كنت عم تدخل وتطلع ما فهمت بوضوح شو الرسالة اللي بدك تقدمها. شكرا فايا، وصلت فكرتك. يارا، قدر يضحكك الليلة محمود؟ أكيد لا، إذا عم نحكي ككوميك لأن نحن دايما
محمود من اول ما بلش بتذكر انا ها 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 انا فيا بتطلع ضحكتنا يعني عن جد عبالنا هيك نضحك مثل اول برنامج. شو قصدك انت فيا وائل ولا مره بيضحك؟ احنا بنضحك اكثر منه. احنا اكثر احنا اكثر اكيد. شعرك رائع الليله. ربنا يخليك يا كارل. اللي حبيته بالفيديو محمود الموضوع المحتوى كتير حلو لأنه موجود عم نشوفه في للأسف في ناس كتير هيك يعني هيدا اللي بس علق بذهني بهيدا الفيديو غير شيء ما كتير. شكرا لكم أكيد بانتظار العلامة بتشوفوها مناسبة لمحمود. محمود عم تحكي عن الخوف أو عن توتر أو لأنه تشتتت أنا شوي كمان هيدا يعني. محمود موتر من بعد ما سمعت آراء لجنة الحكم؟ إيه لا خلاص اتعودت بقى لي من الحلقة اللي فاتت. خلص تعودت صار عندك حصانة يعني هلا أقل معدل هلا 50 قديه بتتوقع 75 بالكلام اللي اتقال؟ إيه؟ ممكن سالب 20 تنشوف تنشوف العلامة المناسبة لمحمود على 75 عن فئة الكوميديا 33 يعني كل مدى أقل الحمد لله في تطور والله مشاهد. خلينا نشوف ترتيبك محمود أنت ثالث مشترك الليلة مع 33 بالمرتبة الثالثة. شكرا محمود. تحدي نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء وعبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب بانتظارنا بآخر الحلقة محطة فنية خاصة جدا مع يارا. وهلأ فاصل سريع وراجعين. الصحة النفسية موضوع التحدي الليلي فرجينا تطور كتير كبير عند المشتركين يلي مرقوا لهلأ لكن بذكركم أنه الحماس رح يتضاعف البرايم الجاي لأنه كل مشترك رح يخوض التحدي بدل المرة مرتين. كل التفاصيل وأخبار المشتركين بتلاقوها ضمن اليوميات من الأحد للخميس ساعة 10 بتوقيت السعودية وعلى صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ مع نور الدين أمين من العراق بانتظار يعرفنا على أفلام سينمائية جيدة تناولت بموضوع الصحة النفسية. You do not talk about Fight Club. شكلي راح أكسر أول قاعدة وأتكلم لكم عن فيلم Fight Club من إخراج ديفيد فينشر بطولة إدوارد نورتون وبراد بيت. الفيلم يتحدث عن مريض بدون اسم ومعاناته مع مرض الأرق المزمن الإنسومنيا. ولقاء مع فتاة وانفجار شقته يؤدي إلى مقابلته مع أكثر شخصية كول بعالم السينما تايلر ديرتن ومن هنا يبدأ انحداره إلى الهاوية وكيف هذا المريض اتخذ طريق العنف للتنفيس عن غضبه. الفيلم سلط الضوء على مشاكل صحية حقيقية وخلانا نعيش الصراع النفسي لبطل الفيلم وذلك عن طريق سيناريو الفيلم العميق اللي بيه دلالات واسعة. طبعاً الفيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم انباعت حقوقها بس $10,000. حتى اختيار الممثلين كان مخاطرة كبيرة ولما نزل الفيلم النقاد حاربوه وما حقق الإيرادات المتوقعة. I am Jack's smirking revenge. بهذا الفيلم راح تكتشف شيء جديد كل ما تشاهده وراح تترجمه بطريقتك الخاصة. ممكن نشوفه بأنه هو صرخة ضد النظام الاستعبادي للشركات العملاقة أو نداء استغاثة من مريض نفسي عايش بمجتمع مزيف وبنفس الوقت قصة حب مدمرة بين شخصيتين ضائعة ولكن رومانسية بطريقتها الخاصة. هذا الفيلم رح يلعب بعقلك ورح يونسك بنفس الوقت. تقييمي الفيلم 9/10. مساء الخير نور الدين. مساء النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. يس يارا شفتي هالفيلم قبل؟ ما شفته ولا رح شوفه ولا رح افكر اني شوفه ولا شيء. يا دلي انا يا دلي يا مامي يا مامي بيوتر. ايه انا الافلام اللي بتوتر انا الافلام اللي هالقد فيها عنفة بحبها مع انه بتحكي عن موضوع كتير مهم والمعلومات اللي قالها جدا مفيده. ما في شك قد ايه نور الدين عم يتطور يمكن من خلال صفوف عم ياخذوها حسب معرفه هيدا شيء واضح جدا. بس هالفيلم ما يونس كلش. لا لا كلش ما يونس حضري حتى لو هيك علق
طيب أذكر ميلك أوكي لأن الفيديو حلو. شكرا. شكرا. والتزم نور الدين بملاحظاتك ليلى. هو أكيد يعني وفاق التوقعات صراحة ده one of the best videos لغاية دلوقتي في المسابقة. أول حاجة السمارت لاينز بتاعتك، الجمل اللي انت كاتبها مش بتستسكى لكن بتشرح بجد وبتحمس الواحد يخش الفيلم. الباك جراوند اللي انت قاعد فيه ده لوهلة تحس ان انت جوه الفيلم، بس ده انت مصوره في حتة. اي انا اختاريت مكان يكون يشبه الفيلم. هو عامة يعني انا حسيت ان انت جوه الفايت كلاب بالذات بالالوان بتاعته اللي هي الجرينش واليالو والباك دروب اللي وراك، يعني الباك جراوند خرافي. يعني انا حسيت ان انا جوه الفيلم. اتس ا بلس. الميوزك اللي اخترتها، الهيستوري بتاع الفيلم، انت مش بتشرح بس الفيلم عامل ازاي لكن بتشرح ازاي الفيلم اتعمل وازاي تركب وما نجحش ودلوقتي بقى one of the iconic feature films of all time. وتطور شخصيتك في الفيديو، ان انت ابتديت لابس كرافته وبعدين تتضرب زي اد نورتن وبراد بيت في الفيلم. و احلى حاجه عجبني التحذير في الاخر انه هيلعب بعقلك، بس انصحك تتفرج عليه. انا الفيديو ده از وان اوف ذا بيست. يونس كلش. لا يونس، انا اي وود جيف يو ا فول مارك صراحه. واو. برافو. Thank برافو you. برافو. شكرا. شكرا. شكرا وائل. فايا، بشو لفتك اليوم نور الدين؟ بكل شيء، بطريقه التقديم، كيف عم يحكي، قديه يعني قديه عن جد صار في تحسن من اول فيديو كان هيك عم يحكي مونوتون وان فريم، هلا يعني صار عمل هو فيلم لحاله. وحبيت كل شيء، يعني مثل ما قال وائل ما فيني اضيف شيء. المعلومات، الابداع بطريقه الحكي، حسيناك انت كمان عن جد اثر فيك الفيديو واعطيت علامه بالاخير، يعني حسيت كنت مخلص للفئه تبعك ولتحدي اليوم، وكمان نصحتنا نحضر فيلم، فانا كثير حبيت. شكرا لك فايا. خلينا قبل ما نشوف العلامات اسالك، مين ساعدك بكتابه النص؟ يعني حكيوا كثير عن النص، شو عم يعمل وائل؟ لا بس صار في كتابة النص طبعا أنا كتبته، حاولت أسوأ التعليقات اللجنة الحكم أنه أحاول أعمل ريفيو للفيلم نفس الوقت يكون الفيلم له علاقة بالصحة العقلية، وكمان أحمس الناس أنه يحضروا بدون ما أعمل أي حرق أو سبويلينج للفيلم. أوكي خلينا نشوف العلامات نور الدين. يعني أراء لجنة الحكم مشجعة أنه نشوف علامة عالية. فايا، انا عن نفسي فول مارك صراحه. شكرا. لا عجبني الباك دروب بتاع اللوكيشن اللي انت مصور فيه ده كانه جوه الفيلم، كانه جزء من الفيلم. ظبط معي اللوكيشن. برافو. خلينا نشوف اذا علامتك على 75 يا نور الدين. 67. اعلى 67. اعلى علامه لهلا. شكرا. اكيد بنشوف ترتيبك انت بالمرتبه الاولى. شكرا. برافو نور الدين. مع راشد المتاعب من السعودية وعن فئة الفن والتصميم، أكيد بهمنا نعرف إذا رح يحافظ على المرتبة الأولى بهالتحدي كمان. مساء الخير راشد. فعلا فنك بيعبر اكثر من مليون كلمه. خلينا نسمع اراء لجنه الحكم بدايه مع فايا.
كارلا اخذتي لي الجمله يلي كنت بدي اقولها انه راشد ما راشد ما بيسال عليه انه ما بيحكي بس انه فعلا لا عن جد راشد من المشتركين بالفئه تبعه وما فيه يحكي بس دائما عن جد فنك بيحكي يعني بتوصل الرساله في ناس بتفكر انه اسهل ما هو حيرسم بس عن جد اصعب ترسم شيء هالقد يعرفنا شو التحدي وشو بدك تقول انا حبيت وخاصه بالاخير انه حتى بعد ما شفنا اللوحه اللي انا شفتها كثير حلوه رجعنا شفناك بدون رسمه حبيت كثير يعني انت ونور الدين اليوم تخيل احسن اثنين فيديو شفناهم شكرا نفايا يارا وصلت لك الرساله انا شهادتي مجروحه بس بدي اساله ليه مشنمش بحسه هيك مشنمش في شو مع انه بفيديو محمود ما كان مشنمش ايه كنت اخذ راحتك مشنمش هلا ولا ماشي الحال لا احسن الحمد لله لانه هلا وضعك بيشبه وضعنا نحن وعم نحضر الفيديو اول ما يبلش بتحس هيك في شيء مش مريح يعني. ايه يعني ناطرين شو فيه شو رح يصير يعني في تشويق في شو عم بيصير من ميلي يعني بنجرب نفهم انه حسب ما عرف فهمت في كذا شخصيات حتى في شخصيات لابسه قناع منا شخصيتها الحقيقه صحيح هذا الشيء هو الموضوع يتكلم عن انفصام الشخصيه في كذا قناع ايه, ايه, ايه كذا كذا شخصيه الموسيقى رهيبة يعني الموسيقى كأنها هي كذا شخصية وكأنه هي اللي عم تلعب الدور كله بهذا الفيديو لايك 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 راشد شكرا يارا وائل حافظ راشد على تميزه بهالتحدي والفيديو اللي شفته الليلة خليني أقول لك أنا فهمت إيه أنا فهمت إنه هو شخص عنده مشكلة نفسية وده اللي هو شايفه بس اللي يشوفه من بعيد شايف إنه وراه ما فيش حاجة لا هو انفصام شخصية يعني في أفكار كثيرة أنه فجأة يطلع شيء فجأة يختفي هذا يتكلم عن انفصام الشخصية أوكي بس الـ في الآخر الحيطة اللي فاضية دي ده إزاي الناس بتشوفه وإزاي هو شايف نفسه هو جواه حاجات كثيرة قوي بس الناس ممكن ما مش شايفة الكلام ده مش شايفة المعاناة اللي هو فيها بقلب بالكادر بس هي السؤال يعني. بس سؤالين مين اللي كان لابس أبيض في الأول؟ كلها انا لان هي انفصام شخصيه سويت تعدد شخصيات كل الفيديو اللي مشارك فيه انا الحالي والسؤال الثاني مين وانت ماسك قال يعني ماسك سبراي بس ما كنتش ماسك سبراي ده كان ايه برضو هذا انفصام يعني متعدد الاشياء انه مره ترسم بخاخ مره ما ترسم فهذا يتكلم عن الانفصام اوكي مره تحس حالك عم بتسوي شيء بس انت ما عم بتسوي صح؟ لا طبعا هو من يعني من احسن الفيديوز الموجوده النهارده يا راجل بس لا يا راجل لا خوفنا بس ما قلت بتقول لا صح بس لما تيجي تعمل فكره ما تتفزلكش قوي يعني حاول انك عارف يعني تتفزلك يعني انه تتفلسف يعني تكون بسيط بفكرتك يعني لا حلو التعقيد اوقات بس ما تمشيش بقى لحد الاخر فلسفه قوي فاهم علشان ممكن تتوه منك الفكره بس هو طبعا ما اقدرش اقول غير انه هو رائع شكرا وائل فينا اكيد ناخذ العلامه المناسبه لراشد راشد سألوك كثير أسئلة ما إلي قلبة أخليك تحكي بحس بتحب تترك الانرجي تبعك للرسم من أول ما ابتدينا لليوم شو هو التحدي اللي أكثر شيء أنت حبيته؟ أكثر شيء حبيته هو إعادة التدوير كان التحدي حلو إعادة التدوير أخذت وقت المرتبة الأولى ما هيك؟ أعلى درجات أخذت فيها وسؤال هلأ كيف أنعك محمود تمثل معه هالدور؟ لأن حسيت محمود فاقد الأمومة فحاولت أكون في الدور هذا حاولت تكون أمه؟ مع شويربك ليش ما عملت له بامية كتير كتير حلو طالع خلينا نشوف علاماتك 61 راشد نور الدين سابقك خلينا نشوف ترتيبك نور الدين جمع 67 بس انت بالمرتبة الثانية لهلا شكرا لك نحن والجمهور بانتظار معذبني الهوى على المسرح بصوت يارا بس هلأ فاصل سريع ورجعين التحديات الجاية وكواليس هالحلقة معلومات وأخبار كتيرة بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية وعلى صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام وهلأ عودة للمنافسة مع سمر أنطون من لبنان وعن فئة الويلنس والكل متوقع وناطر يشوف قدي رح تستفيد سمر من موضوع التحدي الصحي
كل شخص بيواجه قلق ستريس واكتئاب بفترات بحياته. العلاج بالدواء بيحمل عوارض جانبية، ولكن العلاجات الطبيعية عندها مفعول أسرع وغير مؤذية. في أعشاب بتوطي فرز هرمونات الستريس وبتحسن من عمل الجهاز العصبي، وأجددهم عشبة الكافا وعشبة الماكا. هالأعشاب بتتاخد كشاي، بتلاقوهم بالمحلات الأورجانيك. خلاصة الزيوت الأساسية مهمة للصحة العقلية وعندها تاريخ طويل بالطب، لأنه بتشتغل على ترخية الأعصاب، مثل زيت اللافندر وزيت البابونج يلي بينرشوا صبحا ومساء. في أكلات بتأثر علينا نفسيا إن كان إيجابيا أو سلبيا. البروبيوتكس بخفف من عوارض الاكتئاب لأنه اكتشف علاقة كبيرة بين الصحة العقلية وصحة الأمعاء. كمان الأكلات الغنية بالأوميجا 3 بيساعدوا بالصحة العقلية السليمة. أما بالنسبة للمايند بودي ثيرابيز، هنا بيشتغلوا على علاقة النفس بالجسد ليعالجوا الاكتئاب، مثل ممارسة التايشي، اليوغا المعروفة إنه بتخفف من الستريس، والتأمل يومياً يلي بيساعد بترخية الأعصاب. مساء الخير سمر. مساء الخير. بدنا نسأل وائل، في تحسن او تغيير باداء سمر؟ طبعا هي طول عمرها متحسنه، بس انا كنت بشاور على الولد اللي معاها في الفيديو، بقول اكتر حاجه عجباني الولد قد ايه عايش الدور ان هو مكتئب. هو فعلا مكتئب عن جد. انا لقيته بالصدفه هيك على البحر. ايه يعني كان قاعد على البحر لحاله. هي ما بتعرفه انه عن جد مثل معها هيك يعني. لا ثانيه واحده، مش فاهم يعني انت ده شخص مش معاكي في الفيديو ده، واحد لقيتيه ازاي يعني؟ انا كنت عم نبش على حدا اصور معه، فبالصدفه لقيته زعلان، قلت له في مشكله اذا بقعد حدك؟ لا هي بدها علامه. ده بجد والله؟ هي بدها علامه. لا برافو، سقف يا جماعه. لا بس انا عايز اعرف قصته يعني، هو كان مكتئب وانت طلعتيه معاكي في الفيديو يعمل معاكي الفيديو ده؟ طب وبعد ما خلصتي تصوير سالته ليه زعلان؟ قال لي انه انا جاي من بلد ثاني والظروف مش منيحه، فانه بدي ضل قاعد لحالي. قلت له اوكي بس ما تزعل، وفلقت. اكيد من بعد ما قلت له هيك بطل عنده اكتئاب، وهذا شيء كمان بيستاهل علامه. بالضبط، لو بيشوفنا دلوقتي اكيد يعني بنوجه له تحيه يعني. بالضبط، الدنيا مش مستاهله لو بتتفرج علينا دلوقتي. اكيد يتفرج علينا وهيبقى كله تمام. انا عارف حد يكون جنبه يرى ويزعل. اكيد معك حق. وفايا كارلا لا ده انتوا طمعين بقى، نسيتك كل شيء يعني، ما بعرف اليوم كثير عم تحكي بشكل مختصر. طيب تعالوا نتكلم على سمر. المحتوى بتاعك لا المحتوى حلو قوي، لانه هو في من اكتر الفئات المفروض في المنتل هيلث، انه كنت متوقع من حاجه هي الويلنس، لانه صفاء الذهن والمخ وكده. كونتنت حلو جدا، الجماليات حلوه. اتس ريلي جود فيديو. شكرا وائل. يارا بدي تقييمك اكيد للفيديو اللي شفتيه، بي لايك او ديسلايك على كل معيار. اكيد سمر دايما لايك، دايما يعني خمسة لايك. من الاشخاص اللي عن جد عم يبين التقدم، واضح قد ايه حلو دايما يعني. الفيديوز اللي بتعملهم مفيده، فيهم معلومات مفيده منظمه، نحن بتفيدنا. اللي لفتني اكثر شيء العشبتين، ما بعرف منين بدي لاقيهم، كان بدي اسالها عنهم لانه انا بيعني لي هيك مواضيع. من وين بدي لاقي العشبه الكافا؟ اورجانيك ستور او ستور الاعشاب يعني. اوكي اوكي، لا كثير حبيت الفكره وراح اخذ نصيحتك. يعني شكرا يارا. فايا عجبك مضمون الفيديو؟ ايه حبيت. انا اكثر شيء بيلفتني بسمر كميه البحث الريسيرش اللي بتعمله على كل موضوع. هلا يمكن شوي اذا بدنا نكون عادلين يعني، يمكن على الفئه تبعك ساعدك ايه انه ويلنس والمنتل هيلث والصحه لهيك، بس انا حبيت الفيديو لا يمنع يعني من انه الفيديو حلو. رح نغض النظر انه هذا شيء اكيد الموضوع ساعدها. بدنا العلامات لو سمحتوا. سمر حبيتي موضوع التحدي الليلي؟ حبيتي. ما حدا عم يسمع. كثير حبيت موضوع التحدي، لقيته بيشبهني، كيف بقدر اعبر فيه بفئه الويلنس، فانه ناسبني. ما شاء الله العلامه كمان تناسبك. خلينا نشوف شو رح تاخدي على 75 يا سمر. 58. ثانك يو. خلينا نشوف ترتيبك سمر. بس الخمسه مع 58 بتكوني بالمرتبه الثالثه سمر. ثانك يو.
شكرا لإليك. ورح نرجع نشوف بعد مرة التابلو لأنه تبين مشترك من المهددين بمغادرتنا الليلة وهو إذن بانتظار التابلو محمود أشرف. إذن محمود أشرف رح يكون بمنطقة الخطر لهلأ. مع نور إبراهيمي من الجزائر منشوف كيف حب المغامرة والسفر بيساعدوا بتحسين الصحة النفسية. في كثير من الأحيان ننسى أنفسنا في الضغط اللي نتعرضوا له يومياً، وهذا الشيء يأثر على صحتنا العقلية على المدى الطويل. مشي شرط أني نصرف آلاف الدولارات على جزيرة في وسط المحيط حتى نزيل هذا الضغط. عندما نسافرون نتركوا الضغط ورانا، تنفس الهواء العالي، مقابلة ناس جدد، كل هذا يساعد. نور. نور الشبابيه عيونها لوزيه ونورا يا نورا يا نور يا نور عيني تحت. جبال مدينه سياحيه وبالرغم من هذا الشيء هي هادئه بزاف، تجمع بين الاثار الطبيعه والبحر، وهذه ثلاث عناصر مفيده للحفاظ على الصحه العقليه. البحر يمتص الذبذبات السلبية اللي فينا، التسوق في السوق العتيق فرحني لأني لقيت أكثر من شيء يعبر عن شخصيتي وشخصية المكان في نفس الوقت. طريقة تجاوبنا للتحديات اليومية اللي تواجهنا هي اللي تهم. أنا اختاريت السفر حتى نحافظ على صحتي العقلية. مساء الخير. مساء الخير وائل. كان هالفيديو مناسب لموضوع وفاقة نور؟ هو اكيد مناسب لانه للسفر 7 فوائد، منهم الصحة النفسية اكيد وتغيير المنظر والى اخره. اللي عجبني في الفيديو طبعا في الجماليات اخر كادر اللي هو مع السانست وبتاع، بس مش عارف يا نور انت مضايقاني. لا في الفيديوز يعني نور من الناس اللي بدأوا بداية قوية جدا، وحسيت انه الفيديو يعني مش قادر اخد منه لحق ولا باطل، فاهمة قصدي؟ لا يعني حاولت اكثر شيء نركز انه نبين جمال مدينة جبيل ومنها ندخل فوائد انه واحد كي سافر. عيني عليك، بكفي انك عم تحكي عن لبنان. شبه بكفي انك عم تحكي عن لبنان. بدها زقفة. طب اقول لك حاجه، هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه دلوقتي، بما ان انا بقول لك ماي فيدباك، اوكي فيديو زي ده فين الاكل اللي كل الناس تروح فيه بيروت او بتروح فيه جبال بيبقى فيه الاكل وتروحي ذا بيست ريستورانتس؟ فين الحتت اللي هي اللي فيها الاشجار الكتير؟ ال 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 نركز، معلش ندوب. ركزت في الفيديو جبيل معروفه بطريقه البناء تاعها، البناءات القديمه وش فيها هي البناء تاعها. اي نو، بس الفيديو ده ما ادانيش اي انفورميشن لا فيجولي ولا فاكتس ولا حقائق. لا اداني المعمار ده اشتهر بايه، ولا ديت اقدم مدينه، ولا كان فيها ايه بالظبط زي بيبلوس لما يكون فيها اقدم ميناء تجاري في العالم والى اخره. ولا اداني فيجوالز من ناحيه الاكل اللي كل الناس بتروح على جبال عشان تاكل، ولا اداني فيجوالز نيتشر انا شايف كاميرا ماشيه وراكي، ولا حتى شفت زي مثلا لما تروحي خان الخليلي معروف يقول لك هاو ماتش يو باي يو مي اي باي، يعني ما شفتش حتى الباعه بيتميزوا بايه، بيفصلوا ولا ما بيفصلوش. انا كواحد قاعد في البيت في دوله ثانيه I would not be interested ان انا اروح جبيل من ورا الفيديو ده. اوكي وائل، يارا بتوافقي وائل رايه ولا تحمست تروحي على جبيل؟ احنا بكفي نقول جبيل، ليش في احلى من لبنان اصلا؟ لا ما فيش احلى من لبنان طبعا. لا يعني اهم من، في اشياء اهم من الاكل، يمكن هيدي نظرته اكيد، بس في اشياء لما نكون بهيك نفسيه وبهيك حاله ما بيجي على بالي اني اكل. يمكن شفت الشمس، البحر، حدا هيك عم بيغني وعم بيمزح معي، عم يعطيني جو مثل ما قالت قبل فايا، الاشخاص اجمالا اللي بيكونوا حوالينا هن بيعطونا جود فايبس. شو بيك عم تتنهد؟ فحسيت في هيك انه لما الواحد يكون منه مرتاح
في هيك حدا يعطيه أمل، في حدا شوي ضحكه، الهواء، الطبيعة، يعني هيدا الأقل شيء الأهم. بعدين بس أنت خلص من هالمرحلة بروح باكل. إيه هالشي. شكرا يارا، شكرا. لا حبيت الفيديو، حبيت. الأشخاص حواليك بالجوري عم يعطوك good vibes، positive vibes. طبعا طبعا، انا المصدر الاول. اكيد. اوكي شكرا يارا. فايا شو حبيتي اكثر شيء بهالفيديو؟ اكثر شيء حبيته العامية اللي عم بغني غنى لك، حبيت الموسيقى، حبيت هال، يمكن هاي احد التفاصيل اللي كنت عم بدور عليها. بس انا ما مثل يعني بوافق وائل، انا حسيت الفيديو مش عم تحكي عن الصحة النفسية، حسيتك عم تعملي دعاية لجبال، وما انه غلط، يعني ما انه غلط، بس okay. كان فيك تقولي مثلا اللي مش بلبنان توضحي اكثر انه لما تكونوا بحاله نفسيه مش كثير منيحه فيكم تروحوا على الطبيعه، اذا ما في بمدينتكم بحر روحوا على محل فيه خضار، اذا ما في هيك روحوا. عرفتي كيف حسيت؟ بس انه حاولت في التحدي okay. يكون الرساله تبعك تكون شوي اوضح، لانه ما بعرف حسيت وصلت كمان وصلت الفكره. okay. فايا شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور. شو اول مكان نور حابه تسافري له من بعد ما ينتهي نجوم بلا حدود؟ اكيد الجزائر، لانه قلبي راهو ثما واشتقيت لها بزاف، فاكيد اول مكان راح له هي الجزائر. وسلمي على الاهل بس تروح. اكيد يوصل. كارلا بدي اقول شيء، بدي اقول انه هي كمان تسلم لنا على الجزائر، وبدنا نقول نعزي الجزائر طبعا بالضحايا اللي سقطوا من فتره، من كم يوم. ان شاء الله تكون ارواحهم بالجنه. آمين. ونحن قلبنا معكم. شكرا يارا، اكيد بنضم صوتنا على يارا. خلينا نشوف العلامات على 75 51 ما بعرف. خلينا نشوف الترتيب اذا تنشوف اذا زمتنا من منطقه الخطر. الخامسه منيح. Yes. حلوة المرتبة الخامسة الليلة نور. Yes. ما هيك؟ شكرا لك. Thank you. شكرا. شكرا. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن محمود وجنان. مثل ما عم تشوفوا أمامكم، محمود وجنان إذن هن بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك. والمشترك الرابح بنسبة التصويت الأعلى من الجمهور رح يربح فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، والتاني للأسف بغادرنا الليلة. التصويت ابتدى، ولتدعموا المشترك المفضل عندكم روحوا بأسرع ما فيكم لصفحة الآن على فيسبوك وصوتوا. وهلأ عندي سؤال لوائل. وائل، بعرف أنك مرقت بتجربة نفسية وقدرت تتخطاها، البانيك اتاك، مزبوط؟ شو بتخبرنا عن هالموضوع؟ كيف قدرت تتخطى هالازمه؟ هو البانيك اتاك كان مصاحب لمرض الدبريشن، وجا فترات في حياتي. يعني هو الناس كلها بتعاني من المرض ده، بس يمكن الناس من كتر ما هي مكسوفه منه فبيعملوه تابو، ما حدش بيحب يتكلم عنه. بس انا بوقتها انا وقتها كنت خايف، بس كان جالي دبريشن انا ما كنتش فاهم هو ايه. يعني شو بتقول لكل الناس اللي ممكن هلا يكونوا عم بيعانوا من هالحاله؟ بصي، هو صعب جدا، هو لازم الواحد يسيك هلب، ولازم الواحد يقول للي حواليه، الناس اللي بيثق فيهم. بس اللي ما بيثقش فيهم ما يقول لهمش، لانه اصعب يعني شعور في العالم لما حد يكون انت مأمن له بشعورك وقد ايه انت بتمر بحاله. لانه في الاخر الدبريشن ده مش مجرد واحد زعلان، دي كيمياء في المخ بتتغير. اكيد. وقتها انا فاكر لما جالي البانيك اتاكس والديبريشن، كان عندي سيفير ديبريشن لدرجه كنت بروح مستشفى. ما كنتش حابب انه اخد ادويه ومش عارف مين، بس كنت عايز اروح لثيرابيست. بس ابويا قال لي لا، يعني ده كان من بدري، لما انت تحس انك انت زعلان شويه روح ثيرابيست. بس انت دلوقتي بالظبط بقيت عامل زي اللي تنرفز قوي، ولما تنرفز جاله السكر. فبدل ما يروح يشوف هو يروح يعالج السكر، راح يشوف انا اتنرفزت ليه. قال لي ما جالك السكر، فلازم تاخد ادويه. بس حلو هالتوعيه حتى من يعني من دور الاهل هون، قديه مفيد ومهم. لا، توصل لمرحله مش 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 كويسه ابدا، بتقول يعني لدرجه الواحد بيوصل. وصلت لمرحله ان انا قعدت اقول يا رب يجي لي اي مرض ما عدا راحه البال. تخيلي الواحد مريض الاكتئاب بيدعي انه ممكن يجي لي لا سمح الله مرض خبيث، بس بتخلص من هالحاله اكون راضي.
ما هو الرضا، ما هو الرضا. وشو بتختصر هذا الموضوع هيك برسالة لكل اللي عم بيتابعونا هلا؟ رسالة إنه أي حد بيعاني من الموضوع ده it will end، هيجي يوم وهتخلص، مع إنه الواحد بيفتكر إنه عمرها ما تخلص لأنه بيحس إنه في هامستر فار بيجري جوه وما فيش حلول، بس في وقت من الأوقات هتخلص، فما تخلصش حياتك، هتخلص كده كده. الحمد لله على السلامة. وما يخاف إنه يقول عنه. بالضبط. أكيد ما لازم واحد يخجل، خاصة إذا عارف إنه عنده مشكلة، بالعكس لازم يواجهها ويكون أقوى من مصيبته. في كتير أشخاص بيخجلوا إنه يروحوا عند أطباء نفسيين. خاصة بمجتمعنا. مزبوط. لا أنا كنت بروح عادي. والنبي. آه دكتور عندك أدوية. يعني عن جد أنا طالع عبالي أعطيك بوسي، بس خليني أقدم فاصل وبالبريك بعطيك بوسي. شو رأيك؟ فاصل ورجعي. محمود أشرف وجنان وكيل بمنطقة الخطر وناطرين تصويتكم، وإذا بعد ما قررتوا مين كان الأفضل الليلة منتذكر سوا شو قدموا ضمن تحدي الصحة النفسية بهالتقرير. ثمة مصباح كهربائي في عقلي ينطفئ تارة ثم يعمل وينطفئ، وأنت تمر بقرب نبضي، كن طيرا لا يهجر الأشجار، كن كما الغيم في السماء لا يفارقه الغيث في الشتاء. نبضة خوف، نبضة هذيان، أنا شبح بلا ملامح، تتشرب الخيبة مسام جسدي، فارغ حبر القلم الذي في يدي، أستعين بدمي لأكمل هذا الحرف، أبحث عنك في علب الكبريت وفي صناديق الأمس الحزين، أنظر بالمرآة أرى عجوزا غارقة بالدماء، هذه أنا؟ هل يعقل أن أشيخ بعين قلبي في حضرة غيابه؟ كنت قد عاهدتني بالبقاء، إذن لماذا الخيانة؟ لماذا الخيانة؟ لماذا مت لتدعني على رصيف التيه أصلي؟ لكأن الموت امرأة اختطفتك مني، فهذه عوائد النساء. بص يا حبيبتي، بما انك هتتجوزي جديد كده، الخوف جزء أساسي من حياة كل أم. تخاف لما تحملش، تحاليل وأدوية ودكتور وأسئلة سخيفة من طنط، مش هنفرح بيكي بقى، مفيش حاجة جاية في السكة ولا إيه؟ ما تشدي حيلك شوية، بقيت حامل الحمد لله، تخاف تقول إنه ولد لا يتحسب، وتخاف تقول إنه بنت لا يطلع قرايب جوزها كانوا عايدين واد، خلفت الحمد لله يتحول الخوف لذعر، وتروح للدكتور، الحقني يا دكتور الواد 24 ساعة نايم، طفل مولود بقاله يومين، إيه اللي هيخليه ما ينامش؟ وراه ديون، عنده شغل الصبح، ما دفعش قسط العربية، ما ينام، إيه المشكلة؟ يا نهار مش فايت، امي بقالها ثلاث مرات بترن عليا وانا ما خدتش بالي، يومي مش هيعدي النهارده. اه ماما. يا ماما انا كويس والله، عصابه ايه اللي خطفتني ده؟ هما دقيقتين اللي انا ما ردتش عليكي فيهم. طيب حاضر يا ماما، معلش يا ماما. اتفضلي يا ستي، عشان ما ردتش عليها من تاني مره خلاص بقيت اتخطفت وفي عصابه خطفتني، هي دلوقتي في البنك بتجهز الفديه، مش في البيت. ليه التوتر ده كله؟ الواد كبر وعقل الحمد لله ونجا بحياته من كل الاهوال دي، لو ما لقيتش معاه فلوس تخاف الواد بيصرف فلوسه فين، ولو لقيت معاه فلوس كتير برضه خايفه الواد بيجيب الفلوس دي كلها منين، إيه؟ ويا سلام لو بيتكلم في التليفون، يبقى اكيد بيكلم بنت هتاخد اللي وراه واللي قدامه وتبوظ اخلاقه. ويا سلام لو ما بيكلمش بنت، الواد حظه مايل كده ليه؟ لا بيحب ولا بيتحب ولا في حد معبره. لازم ماما دايما تخاف. بس هي لازم تخاف. ايه الصوت ده؟ مش كفايه ان انا مستحمل ابص بوشك؟ خاف وكل حاجه، بس يبقى الخوف بعقل، لان صحتها هتتدهور ويجي لها الضغط والسكر. خافي بس خافي بعقل عشان عمرك الافتراضي. شكرا على النصيحه. العفو. لا راحه فين؟ لا 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 لا. وهلا ومثل ما وعدتنا البرايم السابق، بنسمع من يارا وعلى مسرح نجوم بلا حدود معذبني الهوى.
يعني يا ريت فيك تشوفينا كيف كنا بالكواليس ولا يمكن راح نفسي انا ايه شو كل شيء تبكيت رقصت سبور 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 اسم الله عليك اغنيه رائعه صوت رائع شو بتخبرينا عن الاغنيه ميرسي عاملين البومي اللي نزل مؤخرا اللبناني والمصري كلمات الشاعر احمد ماضي والحان طارق ابو جوده وتوزيع هادي شراره رائعه الاغنيه مثل كل اغانيك يا رأ اكيد بدنا نقول لكل المشاهدين انه نحن بانتظارك كمان البرايم الجاي لتقدمي لنا اغنيه كمان جديده على مسرح نجوم بلا حدود بدنا نطلب منهم انه على السوشيال ميديا يكتبوا لنا شو عبالهم يسمعوا الاسبوع الجاي لكن شو رايك اكيد انا من رايك دائما انا من رايك من راي فايا وائل بدنا نكمل مع كارلا نحن واحد اصلا صح ايه اكيد اكيد شو رايك فايا نرجع للمشتركين اللي واقفين بمنطقه الخطر اوكي ومنشوف كل واحد منهم شو طلب من الجمهور بهالتقرير انا جنان وكيل عن فئه الكتابه والشعر انا هلا بمرحله الخطر كثير بحاجه لتصويتكم ودعمكم صار وقت اقول انه الدعم على قد المحبه قد ما انتم بتحبوني دعموني وصوتوا لي صوتكم بيعمل فرق وبيخليني كفي انا بالبرنامج كثير حابه ضل ابدا ما حابه اطلع ولا غادر لسه في كثير شيء عندي بدي اقدمه بعد ما شفتوا شيء من الطاقه اللي انا عندي اياها وبدي اقدمها من خلال هالبرنامج معكم محمود من فئه كوميديا في حاله ان انتم بتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي فده للاسف معناه ان انا وصلت لمرحله الخطر وهنا بتيجي مسؤوليتكم انا بطلب منكم انكم تصوتوا لي علشان اقدر اكمل في البرنامج في الفتره اللي فاتت الواحد اتعلم حاجات كتير جدا بصراحه واستفاد حاجات كتير سواء من البرنامج او من الكورسات اللي احنا خدناها او من الفيديوهات اللي احنا صورناها فلسه في حاجات اكتر الواحد محتاج ان هو يتعلمها ويتدرب عليها اكتر واكتر الفتره الجايه فانا بطلب منكم ان انتم تصوتوا لي علشان اقدر استمر في البرنامج واوعدكم ان اللي جاي هيكون احسن من اللي فات ان شاء الله مع انطلاق التحديات بنجوم بلا حدود ظل الوقوف بمنطقه الخطر مصدر القلق الاكبر بالنسبه لكل مشترك لكن بما انه وباي شيء بالحياه بيبقى في امل تصويت الجمهور راح ينقذ الليله ويرجع للمنافسه واحد من بين محمود اشرف وجنان وكيل ثواني وبتوقف التصويت ومنعرف مين المشترك اللي انقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسه ومين المشترك اللي للاسف بغادرنا الليله محمود اشرف من مصر عن فئه الكوميديا هي تاني مره بيكون بمنطقه الخطر بينما جنان وكيل عن فئه الشعر من سوريا هي اول مره بتكون موجوده بهالموقف الليله جنان قالوا عنا لجنة الحكم إنه الشعر كان كتير كئيب وهيدا الشيء ما خليها تاخد معدل عام مرتفع أما بالنسبة لمحمود فما قدر يرسم البسمة على وجوه أعضاء لجنة الحكم تنشوف الجمهور لمين رح يعيد البسمة على وجه جنان أو وجه محمود التصويت توقف والنتائج صارت جاهزة المشترك
يلي أنقذوا تصويت الجمهور هو مين يا ترى؟ جنان وكيل، ألف مبروك لإليك. أما محمود أشرف للأسف نتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. منلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون. الآن 6 مشتركين رح يباشروا من البرايم الجاي الشغل بأقصى طاقتهم لعرض 2 فيديو ضمن المنافسة، وهن جاهزين لتحديات أصعب ومسؤوليات أكبر ومصرين على الاستمرار بتحقيق الحلم والوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على ألف خير. Thank you.